ولازم يكون عندنا دايما منظومه كبيره تدوير المخلفات. هي فكره ازاي انت تقدر تدور كل المخلفات، على فكره العالم كله بدا يعمل ده، يعني في اي مكان في اي شيء دايما بتلاقي ريسايكلينج او التدوير ده، دي فكره كبيره. الفكره دي مبهره علشان هي كمان بتطلع نتائج كتيره جدا. في كمان الاستاذه امل خدت الفكره دي وعملت مشروع للاستفاده من الاصاقيص والمخلفات وحولتها الى ملابس وشنط وقطع فنيه. يعني احنا عارفين الاصاقيص دي بتبقى ساعات كتيره جدا في محلات القماش او مثلا عند المصانع، وهي حولتها لزينه ولعب وازياء صديقه للبيئه، وكمان علمت السيدات زيها ازاي يقدروا يعملوا ده. الحقيقه فكره حلوه قوي. خلينا نشوف الاستاذه امل عملتها ازاي ونشوف هذا التقرير ونرجع نكمل معاكم فقرات التاسعه. أنا أمل شبيب، مدربة باتشورك وإعادة تدوير يعني، ومصممة موضة مستدامة. بدأت المشروع من بعد في السنين اللي فاتت دي وساعة كورونا وكده، بدأت أفكر في حاجة بقى يعني مفيدة وعندنا كلنا في البيوت وفي أي مكان نقدر نستفيد منها وما تكلفناش فلوس. بدأت فعلا بقى يعني أشتغل على الحاجات القديمة والأصاقيص وبواقي الأقمشة اللي موجودة عندي، وأعمل منها ملابس وشنط وحاجات. بنعمل يعني اللبس، كل أنواع اللبس، جواكت، فساتين، جيبات، بنطلونات، شنط، إكسسوار، سجاجيد، ستاير، تقريبا كل حاجة بنقدر نعملها من الأصاقيص. أنا آية ريان، وميس أمل كانت ادتني كورس في الأول باتشورك، وبعدين بدأنا نشتغل سوا يعني، وبقيت اتعلمنا بنعمل ايه بالقصاقيص وبنغير ازاي في شكل القطعة. لو الجاكيت مثلا بنعمل فيه ايه، بتفضل تورينا يعني حاجات جديدة. وفي شغل بقى طبعا يعني تاني غير دوت، يعني غير الفن اللي هي بتعلمه لنا ان احنا نغير شكل القطعة نفسها، في شغل تاني خاص بيها بنعمله معاها. احنا بنحاول يعني في موضوع الاستدامة وصديقة للبيئة دي، ان احنا بنحاول نطول عمر الحاجة اللي احنا بنستخدمها. يعني انا بدل ما بجيب الحاجات السريعة دي اللي هي بستخدمها لسنة او كام شهر وبرميها، فانا بحاول خلاص هي بتترمي لاي سبب بقى، باظت، اتقطعت، اي حاجة، فانا بحاول ازود بقى عمرها بان انا ادخلها مع حاجة تانية، حاجة أصائص تانية، أي حاجة أديها بقى شكل تاني جديد. كنت برمي، بخلص التفصيل مثلا لو بعمل حاجة وبرمي بقية القماش كله، مفيش حاجة دلوقتي بتترمي خالص، كل حاجة بنعمل بيها حاجة تانية. يعني مثلا ممكن ناخد الأصائص بتبقى مش كلها شكل واحد، بناخد من كل قطعة مثلا كنت عاملاها متبقي منها أصائص كتير، الأصائص دي بقيت أعمل بيها قطعة تانية خالص. أسعارنا طبعا فيها وفيها، يعني في حاجات بتبقى فيها شغل جامد قوي، بتبقى بس برضو بتبقى عادية، مش واصلة للحاجات السوق اللي هي مش صديقة للبيئة يعني. وفي أسعار بتبقى قليلة جدا للحاجات اللي احنا بنحاول نعملها الناس تستفيد منها، زي شنط المدارس، زي اللبس العادي للبنات او كده، يعني عندنا اسعار متفاوته. لكن انا يمكن في ناس بتاخد مني بتسافر بره بالحاجه يعني كهدايا ككده، لكن كتصدير لسه ان شاء الله من مرحله قريبه جدا يعني.